يبدأ أحمد في ساعات الصباح الأولى استعدادات العمل التي اعتاد عليها، لينطلق بعد ذلك في أحياء وشوارع بغداد متنقلا على قدميه ليبيع الشاي إلى المستطرقين وأصحاب المحال التجارية. العلامة الفارقة التي تميزه عن باقي الشباب الكادحين هو الأول على دفعته في الجامعة والمحصلة لا وظيفة يكافأ بها عن جهده الدراسي. صار لي 4-5 سنوات في بغداد، كنت أشتغل أبيع شاي وأطلع الصبح كليتي باب المعظم، أرجع من باب المعظم 12-12:30 أشتغل أبتر على باب الله قبل لا يسد باب الأقسام الداخلية بالـ7-7:30 أرجع. هاي 4 سنوات استمرت على هاي الحالة. جاء مغتربا من كركوك إلى بغداد عندما ضاق به الحال وتقلصت عليه أرض الوطن، فاحتوته هذه الغرفة الصغيرة التي تعود لمولدة كهربائية في أحد أحياء العاصمة. أمنيتي الوحيدة تعين، يعني جبتها من تعب من المرحلة الأولى لحد هاي دقيقة جبتها بتعب، يعني أمنيتي الوحيدة بس التعين. فمن جت الوباء كورونا كان ما عندي يعني مكان سكن، فصرت مبيتي بالمولد. هو فلي هذا المكان، قال تعال بات هنا خلف الله عليه. أستاذ جامعي يدرس الطلبة ويزيدهم علما، هو طموحه المتوقف على التفاتة حكومية تستبدل واقع أحمد من العناء والغربة إلى طريق النجاح والاستقرار الذي رسمه في مخيلته مذ كان طالبا. أمنيتي أتعين ومدرس بشكل يعني أدرس طلاب على اختصاصي، أمنيتي الوحيدة هذه. نرجع نعطيهم مصرف، نعطيهم اللي يحتاجونه، ونعطيهم هاي المصرف، ونعطيهم اللي يعني اللي يريدونه، يعني تعبي وهمومي وقهري وغربتي كلها يروح. ويبدو أن طريق الشقاء لا زال طويلا أمام أحمد في ظل إهمال الطاقات الشبابية والكفاءات العلمية، رغم ذلك يتشبث بقليل من الأمل والتطلع لتحقيق أحلامه. من بغداد، جابر جمال، قناة رشيد.